طيب خليني اتكلم معاكم في بعض الاخبار اللي بتتعلق بالفرقه، وخصوصا ان الاهلي استأنف تدريباته على طول بشكل مباشر قبل مباراه الاربع امام الاسماعيلي، واستعدادا لهذه المباراه الهامه. فريق الاسماعيلي حتى لو يعني بيمر بظروف صعبه يبقى هو فريق كبير، فريق يقدر ان هو يعمل نتيجه او يعطل النادي الاهلي. ان شاء الله الاهلي هو اللي يكون موفق وباذن الله يفوز في هذه المباراه. فبالتالي الاهلي هيجري بكره مسحه طبيه استعدادا لمواجهه الاسماعيلي عشان يطمنوا على اللاعبين من فيروس كورونا. كمان النهارده من ابرز واهم الامور ان مستر بيتسو موسيماني اجتمع مع لاعبي الاهلي، اتكلم معاهم اكيد يعني في بعض النقاط في مباراه الامس، وده امر طبيعي جدا، واتكلم معاهم عن المباراه المقبله وكيفيه يعني الظهور في هذه المواجهه وكيفيه التفوق باذن الله على فريق الاسماعيلي. زي ما شفتوا في لقطه من شويه دلوقتي كان موسيماني واقف مع جونيور اجايو، جلسه خاصه او يعني كلام خاص لجونيور اجاي عن بعض الجوانب الفنيه، وكان بيتخلل هذا الحديث اشاده بمستوى اللاعب وطلب منه الاستمرار على هذا المنوال. اجاي ما شاء الله عليه لعيب مميز جدا، وشفنا امبارح في الجون الاول بيخترق حتى اللعيبه بتخبط فيها هي اللي بتقع، ما شاء الله لا قوه الا بالله. لعيب مهم جدا واحد ابرز اللاعبين المهاريين يعني الافارقه في الحقيقه اللي جم الدوري المصري. اكرم توفيق، وده من ضمن الاخبار الهامه جدا، اكرم لعيب مميز ولاعب مهم بينتظم في التدريبات الجماعيه للفريق، والنهارده شارك في التدريبات كلها بشكل كامل. هو كان تعرض لبعض الالام في الانكل فبالتالي غاب عن المباراه الاخيره وغاب الكام يوم اللي فاتوا، لكن النهارده بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي وده امر جيد ومبشر. نفس الحال بالنسبه لصلاح محسن، صلاح محسن شارك في التدريبات الجماعيه بعد شفائه بشكل تام من العضله الاماميه، الاصابه اللي كانت جات له في كاس العالم للانديه. لسه كمان عندك علي معلول، ولسه كمان اصابه محمود وحيد اعتقد هتاخد لسه فتره، عندك بعض الغيابات لكن ان شاء الله الاهلي يكون موفق. نفسي بس علي معلول يرجع في اسرع وقت، هيعمل ثنائيه مميزه جدا متعودين عليها مع جونيور اجيه، وهو فايق كده وهو مميز هيفرقوا مع النادي الاهلي.